السلام عليكم. دلوقتي هنشوف ازاي احول حاجه 2D ل3D. فهاجي هنا من فايل واقول له امبورت واختار ملف الصوره بتاعي SVG، اختار الشكل بتاعي وابدا اعمل عليه زوم. طيب هبدا اعمل سيلكت، وبعد كده هاجي اديله الخصائص بتاعته، اكسترود مثلا 0.002 بالشكل دوت. نفس الرقم ممكن يبقى بالنسبة لك في الشكل بتاعك أكبر أقل حسب حجم الصورة بتاعتك. فكده اللوجو بتاعنا هو بقى 3D بالشكل ده. ممكن بقى تيجي على شكل منهم وتغير بقى الإعداد بتاعت البافل، تغير مثلا في الدبس بالشكل دوت. عشان تغير فيه او تغير فيه زي ما انت عايز بقى حسب الارقام اللي انت عايزها.